أجواء احتفالية في مدينة ليون الفرنسية التي تحتضن مساء هذا الأربعاء مباراة نصف نهائي اليورو 2016 الأولى، والتي تتجمع بين منتخب البرتغال وناظره ويلز. أنصار الفريقين حضروا بكثافة لتشجيع منتخبهم. المباراة ستشهد مواجهة قوية بين الزميلين في نادي ريال مدريد الإسباني والغريمين في هذه المقابلة، كريستيانو رونالدو وغاريث بيل. يقول هذا المشجع الذي يطالب بالحصول على يوم عطلة إضافي في حال تأهل منتخب ويلز: سنفوز هذه الليلة وسأحتاج إلى يومي السبت والأحد من المحتمل الاثنين والثلاثاء وأيضا الأربعاء. يقول مشجع المنتخب البرتغالي: للمرة الأولى سنكون أبطال أوروبا، تحيا البرتغال. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المشجعون مباراة قوية، إلا أن اعتماد المنتخبين لن يكون على نجميهما فحسب، بل كذلك على لاعبين أثبتوا حضورهم في البطولة الأوروبية حتى الآن. ويبقى حلم المنتخبين التأهل للنهائي ثم تتويج بأول لقب دولي.